السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نواصل مشروعنا اللي بديناه الموسم اللي فات، اللي هو زراعة بذور طماطم هجن F1 اللي كان اسمه السويت مليون، اللي انت ذكر اللي كان نوع الطماطم الصغيرة والتشيري توميتو، كان العذق يكون طويل. فهذه البذور اللي حفظناها من الموسم اللي فات من الطماطم المهجن، فهذه F2. راح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة لطريقة حفظ البذور من الطماط نفسه من الثمر، وأيضا راح يطلع عندكم الرابط للفيديو الأولي اللي زرعنا فيه F1 السويت مليون وتكلمنا عن نتائج الطماط هذه. فاللي راح أسويه، عندي هذه الشتلات، طبعا عندي 5 شتلات هني، راح أزرعها خمستها، ولكن في النهاية راح تبقى واحدة، راح أخلي واحدة على أساس تستغل الأصيص هذه كلها وما تنشف بسرعة وتسحب رطوبة كثيرة. فراح أنقلها إلى هذه الأصيص وراح تواصل نموها هنا إن شاء الله. نلاحظ أن جذورها وصلت إلى الأسفل، فهذه وقت مناسب للنقل. راح أحطها، أنزلها شوي أكثر، وراح أدفن الساق بعض الشيء، لأن الطماط لو دفننا الجذور تنبت من الساق المدفون. فبهذه الطريقة أنقلها وراح إن شاء الله أرويها، وراح نواصل إن شاء الله نتابع نموها الجيل الثاني المهجن من الطماط. اللي قاعد أسويه بس إني أزيل الأوراق الأولية اللي من البذرة، لأنها قريبة من التربة، فما أبغي فطريات ومشاكل، فأزيلها. بس مجرد بأظافري أقطفها، مجرد أضغط عليها تنزال. هذه شيء مهم في الطماط، أن ما نخلي الأوراق تكون قريبة من التربة لتفادي الفطريات، كما بينا في فيديو المتكامل عن زراعة الطماط، وأيضا راح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة. فراح نتركها إن شاء الله وراح نواصل تطورها خلال الموسم إلى أن تثمر، ونذوق الثمر إن شاء الله ونشوف تطورها. فخلكم معاي في الفيديو ونشوف النتيجة إن شاء الله بعد كذا شهر، ونشوف النتائج. نلاحظ الحين بعد نمو كذا شهر من زرعنا النبتة، نلاحظ أنه في كذا شيء لاحظتهم وكان متوقع بصراحة. أول شيء أن نمو النبتة مو بقوة النبتة اللي زرعتها الموسم اللي فات اللي كانت F1، هذه F2. فدائما أي نبتة هجينة F1 دائما يكون نموها قوي. لهذا السبب اللي بيعون بذور يحرصون أو يروجون بذور F1 لأن نموها قوي، بالذات للمزارعين اللي يزرعونه بشكل تجاري، لأن يبغون نمو قوي، إنتاج قوي، تثمير غزير، لأن F1 داخل عليها جينات جديدة، فيكون في نمو جدا قوي من النبتة. فهذه سبب استخدام F1. طبعا احنا كمزارعين في البيوت نفضل البذور الاصيله لانها تعطينا نتائج معتمده، يعني نقدر نعتمد ان هذه البذور راح تعطيني هذه الثمر، واقدر انقلها جيل بعد جيل وما عندي اي مشكله في الثمر والانتاج وشكل النبته و. فعندي هذه الثمرتين، هذه واحده كلوها العصافير، كان في 3 ظهر العصافير تعودوا يأكلون منها، فعندي هذه اللي راح أخذها وراح نشوف طعمها. ولكن نشوف أيضا أن النبتة مثل ما احنا شايفين إنتاج غصن أو عذق الطماط مو مثل F1. F1 كان العذق طويل جدا، كان يكون تقريبا هذا الطول، ففي طول أكثر، ولكن هذه ما فيها تثمير قوي، إنتاجها ضعيف، نموها ضعيف. فهذه السبب أن احنا ما نحفظ بذور F1 ونزرعها. ما راح أواصل هذه التجربة لـ F3 و F4 و F5. طبعا راح تبتدي ترجع إلى أحد النبتة الأم أو النبتة الأب، راح جيناتهم تبتدي تطغي على النبتة وراح ترجع إلى أصولها مع الوقت، مع الاختلافات طبعا. ولكن بس هذه التجربة مع الفيديو اللي سويناه في الموسم اللي فات، اللي ما شافه ممكن يرجع له، وراح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة، أساس أبين لكم أن
سبب عدم احتفاظنا ببذور الاف 1 لان ما تعطينا النتائج اللي نبغيها بشكل معتمد سنه بعد سنه، بعكس البذور الاصيله. طبعا ممكن نزرعها، واغلب البذور اللي نحصلها في السوق او في السوبر ماركت او في البقاله او ايا كان اغلبها اف 1. فنحاول معلش في البدايه نحط على نفسنا نحاول نحصل بذور اصيله في اول سنه حتى لو نشتريها، ومن بعدها نقدر ناخذ البذور ونواصل زراعتها سنه بعد سنه وما نحتاج نزرع نشتري بذور. فاتمنى ان استفدتوا من هذه التجربه على مر موسمين على اساس ابين لكم الفرق في الاف 1 والبذور الاصيله، على اساس ابين لكم ان احنا فعلا ممكن نزرعها ولكن هذه النتائج اللي راح نحصلها. فانا شخصيا نصيحتي لكم لا تضيعون وقتكم وتحفظون بذور من النباتات الاف 1 او الثمر الاف 1 اللي تشترونه في السوق او كذا، حاولوا تحصلون على البذور الاصيله لانها راح تعطيكم نتائج معتمده وموثوقه، وتقدرون تثقون في النتائج ان شاء الله، وتقدرون تستمرون في حفظ البذور ونقلها الى الجيل الثاني والثالث وبعده. فاتمنى ان استفدتوا من هذا الفيديو، واللي عنده اي سؤال او اي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وان شاء الله راح احاول اجاوب اسئلتكم باسرع وقت. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، في امان الله.